أعزائي المشاهدين، أعزائي الطلاب، أسعد الله مساءكم في ندوة جديدة لمادة الرياضيات للصف الثالث ثانوي علمي، متعلقة بالجزء الثاني من الكتاب في تطبيقات الأعداد العقدية التي هي الوحدة الخامسة لدينا. وللعلم أن هذه الوحدة تتعلق بالوحدة الرابعة بتعلقها مباشرا، وهنا سوف نربط بين الأعداد العقدية وتطبيقاتها الهندسية وخاصة التحويلات الهندسية التي كنا قد أخذناها سابقا في صفوف سابقة وبدأنا فيها من الصف السابع، مثل التحاكي، الانسحاب والدوران. دعونا أولا نرحب بضيوف الحلقة، الأستاذ فارس مصطفى موجه في تربية حما، أهلا وسهلا. الأستاذ رافد علاء الدين مدرس في تربية السويداء، أهلا وسهلا. هيا الله فيكم أعزائي الطلاب، نرجع أن نقدم في هذه الندوة الفائدة لكم ولزملائنا في الميدان. دعونا أولا للتواصل أن نتواصل على الأرقام الهاتف التي سوف تظهر في أسفل الشاشة، ونرحب بأي سؤال أيا كان هذا السؤال متعلق بهذه الندوة. أستاذ فارس، بدنا نربط بين التمثيل الهندسي للعدد العقدي والأشعة. أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، أعزائي الطلبة. هنالك ارتباط وثيق ما بين الأشعة والأعداد العقدية الممثلة لها وبالعكس. فمثلا ليكن لدينا، طبعا نحن نعمل في معلم متجانس مركزه O وشعاع U فاصلة في، طبعا في المستوى. ليكن لدينا W شعاع مركباته A فاصلة B، A على الإكسات وB على الويات، طبعا محور الفواصل ومحور التراتيب. يمثل هذا الشعاع W على العدد العقدي Z الذي يساوي A زائد I في B. هنا في عنا ملاحظة، تساوي شعاعين يكافئ تساوي العددين العقديين اللذين يمثلانهما. إذا أنا في انتقل مباشرة من تساوي عددين عقديين لتساوي شعاعين، لتساوي شعاعين والعكس. والعكس صحيح. تماما. والعكس صحيح. ليكن لدينا الشعاع AB. إن العدد العقدي الممثل للشعاع AB هو ZAB يساوي ZB ناقص ZO. أعزائي الطلبة، الشعاع OB كيف يكتب؟ هو OB ناقص OA، والOB العدد العقدي الممثل له هو ZB، وOA هو ZA. إذن العدد العقدي Z الممثل للشعاع AB هو ZB ناقص ZA. إذن أنا ممكن تمثيل شعاع بعدد عقدي واحد، عمليا يمكن رسمه من المبدأ. تماما، هون نرجع دائما للمبدا مشان تمام. هناك في زاويه بين الشعاع والشعاع الواحد تبع فواصل، راح نسميها ثيتا. بالنسبه للعدد العقدي ماذا تمثل؟ تماما، الزاويه ثيتا هي عباره عن الزاويه ما بين الشعاع اي بي ومحور الفواصل، شعاع القاعده تبع المحور، فهي شعاع القاعده في محور الفواصل. الزاوية هي عبارة عن زد البينة الزد الأ. هي أرك أركومنت. هي أرك زد البينة إس زد الأ. إذا أركومنت زد البينة ناقص زد الأ. زد الأ. تمام. هنالك عمليات على. طويلة الشعاع. طويلة الشعاع تماما كما هي طويلة العدد العقدي. بس بنقول نظيم شعاع. فنظيم الشعاع AB يساوي طويلة العدد العقدي الممثل لهذا الشعاع. نظيم الشعاع مثل ما بنعرف هو عبارة عن تحت الجذر X مربع زائد Y مربع. نفس الشيء هون، طويلة العدد العقدي هو عبارة عن تحت الجذر A مربع زائد B مربع. يعطيك الألف عافية. أهلا وسهلا. أستاذ رافد، في عنا تعريف للعدد العقدي الموافق لمركز الأبعاد المتناسبة، فيك تذكر لنا إياها؟ ما هو قانون مركز الأبعاد المتناسبة للأعداد العقدية؟ أو باستخدام الأعداد العقدية. في ذا كتاب؟ إيه. طيب. هلقت مثل ما حكى تفضل زميل الأستاذ هون، إنه في مقابلة بين العدد العقدي وكل شعاع. نحن بنعرف إنه عبارة المركز الأبعاد المتناسبة جاي من علاقة شعاعية. فينا نكتب زد جي. تمام. مين جي بالنسبة إلي؟ جي مركز الأبعاد المتناسبة. مركز الأبعاد المتناسبة طبعا النقاط المثقلة هي ألفا. تمام.
ناخذ حالة خاصة بي تا تمام فرضا سي جما تمام اخذنا ثلاث نقاط مثقلين تمام في مقابلها اعداد عقدية يقابلها تمثلها يقابل اي يقابلها زد اي تمام تمثل عدد اي هون زد بي او ممكن نرمز لها بأحرف صغيرة نعم. للسهولة يعني A. ممكن ناخذ اي تمام بي سي ممتاز يعني للتبسيط زد جي العدد المقابل للنقطة جي مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط المثقلة اي وبتا اي وبي وسي يقابله العدد زد تساوي الفا زد او الفا اي تمام زائد بتا بي زائد جاما سي على الفا زائد بتا زائد جاما استاذ فارس لو سمحت فينا ناخذ القانون العام لاي نقاط كانت اعزائي الطلاب هون فينا ناخذه في الحاله العامه فان زد جي الممثل للنقطه جي مركز الابعاد المتناسبه لعدد ان مره هو عباره عن ا1 زد 1 زائد ا2 زد 2 زائد حتى ان زد ان على مجموع ا1 زائد ا2 زائد الى اخره حتى الان تمام هون اعزائي الطلاب في عندنا حالتين خاصتين او خاصتان هما العدد العقدي الممثل لمنتصف قطعة مستقيمة AB وليكن ZI هو عبارة عن زد الـ A زائد زد الـ B على 2 وهذا الكلام أيضا إذا ردنا نربطه مع الأشعة إحداثيات منتصف قطعة مستقيمة إذا زد الـ I هو نفسه منتصف قطعة منتصف مستقيمة, مستقيمة AB وفي ايضا هنالك حاله خاصه مثل ما تفضل زميلي انه ممكن نحن ناخذ حاله خاصه من التعريف لما بيكون مركز ثقل للمثلث اي بي سي هون التسقيلات بتكون واحد وبالتالي لا داعي لذكرها عندئذ يكون العدد العقدي الممثل لجي مركز ثقل المثلث هو عباره عن زد الاي زائد زد البي زائد زد السي على 3 حيث اي فاصل ب فاصل سي هي رؤوس المثلث تمام اعزائي الطلاب هناك مثال بالصفحه 129 مثال توضيحي لهذه الفكره وكيفيه استخدامها في المراكز الابعاد المتناسبه لاثبات ان مثلثين احدهما مركزه الثقل الجي والاخر سوف يكون جي نفسه طبعا نتمنى ان منكم متابعته في الكتاب الآن سوف ننتقل إلى فحوى الندوة التي نتابعها اليوم هي استعمال العدد العقدي الممثل لشعاع وأحد استخداماته هي استخدام المسافة أستاذ فينا توضح لنا أستاذ فارس حول المسافة استعمال العدد العقدي الممثل لشعاع بفرض OM تساوي AB عندئذ زد الM تساوي زد الB ناقص زد الA نستنتج من هذا هنا أمرين اثنين أن الزاوية المحصورة بين U و AB اللي هي عبارة عن argument زد البناء زد الA وكذلك الطويلة طويلة AB هي عبارة عن طويلة زد الB ناقص زد الA ملاحظة فقط أن الارجومنت هنا هي زاوية موجهة الزاوية الارجومنت تتا هي زاوية موجهة نعم والاتجاه الموجب هو عكس عقارب الساعة كما أخذناه في دائرة مثلثين نعم والزاوية والاتجاه المتسالف هو مع عقارب الساعة فيجب الانتباه إلى هذه المقدار فينا ناخذ تطبيق أستاذ حالات خاصة عن المسافة قانون المسافة ممكن نعرض النتيجة بعد إذنك أستاذ مديان في عندنا نتيجة هون عزيز الطالب في حالة R عدد حقيقي موجب فإن مجموعة النقاط MZ التي يمثلها الشرط طويلة Z ناقص أوميجا حيث أوميجا هون هي عبارة عن عدد عقدي يساوي R وR هون عدد حقيقي ملاحظة هنا
الدبليو هي عدد عقدي محدد، عدد ثابت. عقدي محدد ثابت تماما. نعم. والزد هو عدد عقدي، عدد عقدي لا على التعيين، لا على التعيين. نعم. هون نرجع على تعريف الدائرة، هي مجموعة النقاط التي تبعد بعدا ثابتا عن مركز ثابت، هذا البعد هو R نصف القطر. نعم. والمركز هو W، والزد هي مجموعة النقاط. إذا هذه المعادلة هي لها إسقاط هندسي، هندسي. إذا هي تمثل مجموعة من النقاط أم هي دائرة مركزها هو النقطة الممثلة W ونصف القطر يساوي R. في عندنا تطبيق آخر، نتيجة أخرى. نتيجة أخرى في حالة A و B نقطتان يمثلهما العددان العقديان A فاصلة B صغار طبعا على الترتيب، وA لا تساوي B، إن مجموعة النقاط MZ التي يمثلها الشرط طويلة زد ناقص A تساوي طويلة زد ناقص B هي محور القطعة المستقيمة AB. أستاذ مديان، أيضا هنا تعريف محور القطعة المستقيمة هو مجموعة النقاط المتساوية البعد عن طرفيها، إذن AM تساوي BM ومنه طويلة AM تساوي تماما، ومنه طبعا طويلة AM تساوي طويلة BM، ومنه زد ناقص A تساوي زد ناقص B. إذا موجود نفسها تطبيق هندسي، وهنا هذا تطبيق هندسي مباشر. تمام. أستاذ رافل، في عندنا تدريب بالصفحة 133 تدريب رقم 8 هو تطبيق مباشر لهاتين الحالتين. نعم. الخاصتين، فيك تحل لنا إياها لو سمحت. تمام. لدينا النقطتين A و B تمثلهما عقديين. في البداية نقابل كل نقطة، النقطة A تقابل العدد العقدي واحد. نعم. A يساوي واحد. النقطة B تقابل العدد العقدي B زائد 2 I. نعم. خلينا نناقش الحالة الأولى. أي. في عندنا نقطة M Z تقابل عدد Z تقابل العدد العقدي زد عدد مجهول. في الحالة الأولى لدينا طويلة. نعم. زد ناقص واحد. الحالة الأولى طويلة عدد زد ناقص واحد. ناقص واحد تساوي طويلة زد ناقص ثلاثي. زد ناقص ثلاثي ناقص اثنين اي. مباشرة. طبعا في بداية نذكر بالدستور اللي القانون اللي أخذناه. قانون اللي هو طويلة زد ناقص اي تساوي طويلة زد ناقص ب. نلاحظ إشارة الناقص. أيوة. هون يعني يفضل ان الانتباه التقيد بالقانون، يعني إشارة الناقص هون اي يعني بعض الطلاب ممكن تختلط عليهم، انتبه انه لازم تنكتب بهذا الشكل زد ناقص 3 زائد 2 اي بهذا الشكل. نعم. طبعا الاول ما في يفضل ان وضع بين قوسين وإشارة ناقص. أيوة. خارجه من اجل التوضيح. واضح هون العدد بي اللي فرضناه بي هو 3 زائد 2 اي والاي 1. اذا طيب. اصبح بالشكل الاتي هي. أيوة. زد ناقص اي زد ناقص زد ناقص اي تمام ناقص اي تساوي زد ناقص بي. طبعا وحسب الكلام الذي ذكر منذ قليل زد ناقص اي تقابلها القطعة المستقيمة اي ام ممتاز، اي ثابتة وام متغيرة، والزد ناقص بي تقابلها طول القطعة المستقيمة بي ام. طبعا وحسب اذا ام مجموعة نقاط متغيرة يتساوى بعدها عن اي وبي. تمام. فهي تمثل مجموعة النقاط المتساوية عن نقطتين ثابتتين تمثل محور القطعة المستقيمة AB. إذا مجموعة النقاط M هي محور القطعة المستقيمة AB. لاحظوا هنا تطبيق الهندسي في الأعداد العقدية كيف انتقلنا من مساواة إلى تطبيق هندسي. فينا نأخذ الحالة الثانية أستاذ. نعم. رافل، محور AB الحالة الثانية زد زد ناقص 3 ناقص 2 اي 3 ناقص 2 اي تساوي الواحد. بشكل مماثل لما سبق نكتب زد ناقص 3 زائد 2 اي، نؤكد على هذه الخطوة، تساوي واحد. واحد فينا نقابلها مع القانون. تمام. لأن زد ناقص زد ناقص بي حسب بي. الرمز. تمام. يساوي واحد. نعم. إذن هذا طول يقابل طول القطعة المستقيمة بي ام
نعم تساوي واحد. إذا لاحظت حولناها إلى معنى هندسي هذه المساواة متغيرة بثلاثة عقدي إلى معنى هندسي. نعم إذا مجموعة نقاط المستوى التي تبعد عن نقطة ثابتة بعدا ثابتا يساوي الواحد، إذا تمثل دائرة مركزها ب ونصف قطرها واحد. إذا خلينا نكتبها مجموعة النقاط أم مجموعة النقاط أم زد مجموعة النقاط أم زد الممثلة للعدد العقدي زد الممثلة للعدد العقدي زد هي دائرة دائرة مركزها النقطة ب حرف كبير إحداثياتها 3.2 ونصف قطرها قطرها R تساوي واحد R يساوي واحد. نحن حاولنا بهذا المثال أنه نكتب النتيجة حتى نعلم طلابنا الأعزاء أن لأي سؤال نتيجي يفضل كتابة النتيجة بشكل واضح، لأن السؤال يتطلب منا ذلك. عدم ذكرها مجرد اكتفاء بأن طول أم بي يساوي الواحد فهذا لا يعني أن وصلنا إلى النتيجة. ما جواب السؤال إذا ما جواب بشكل ما جواب كامل على السؤال. أستاذ فارس، في عندنا كمان الأرجومنت بين شعاعين أو الزاوية بين شعاعين A B و A D. فيك تذكرنا هذا القانون الخاص بهذه؟ أعزائي الطلاب، في عندنا مبرهنة الزاوية الموجهة. رح ناخذ هلا الزاوية الموجهة في حالة أربع نقاط A B C D تمثلها الأعداد العقدية زد الـ A فاصل زد الـ B فاصل زد الـ C فاصل زد الـ D على الترتيب. إن الزاوية بين الشعاعين A B فاصلة C D هي عبارة عن هون بدنا ننتقل من الأشعة الأعداد العقدية. هلا هي زد الدي أرجومنت زد الدي ناقص زد السي على زد البي ناقص زد الأي. إذا هي الزاوية بدنا نلاحظ ترتيب الأحرف. ترتيب الأحرف مهم تمام جدا. تمام ترتيب الطرح مين بالبسط مين بالمقام. تماما. لأنه كتابته بشكل خاطئ يؤدي لنتائج. يؤدي لنتائج خاطئة. هون أعزائي الطلاب فينا نستنتج لحنا في حالة طلعت الزاوية مثلا الزاوية بيناتهم طلعت معنا صفر أو طلعت بي، هون معناتها الشعاعين اي بي وسي دي صار في ارتباط خطي بيناتهم. إذا ربطنا بين هذا الموضوع صار في ارتباط خطي. بما أن الزاوية إما صفر أو بي فالشعاعين اي بي والشعاع سي دي مرتبطان خطيا. ولو كانت زائد أو ناقص بي على 2 معنى الحكي أنه عندي الشعاعين اي بي وسي دي متعامدان. إذا وصول لهذه النتيجة يعني أن المستقيمين A B و C D متعامدان أو شعاعين A B و C D متعامدان. في عندنا حالة خاصة بسيطة في حالة ثلاث نقاط متباينة يعني مختلفة. M مختلفة تماما M B فاصلة A تمثلها الأعداد العقدية Z B A على الترتيب. عندئذ الزاوية هون M بين M الـ A و M الـ B هي عبارة عن argument Z ناقص B على Z ناقص A. ايضا ماذا تفيدنا هذه العلاقة او هذه الزاوية الموجهة؟ تفيدنا هنا اذا كانت الزاوية زائد او ناقص بها 2 هون في عندنا مثلث قائم. ممكن حصول على اي زاوية زاوية مثلث تمام لكون ثلاث نقاط. اذا حصلنا على الارجومنت تبعها اللي هي الزاوية عمليا عم نحصل على زاوية من زوايا مثلث اي بي سي ممثل بالاعداد العقدية اي بي سي تمام. ولو كانت الزاوية صفر او بي نستنتج انه النقاط الثلاثة M و A وال B تقع على استقامة واحدة. تمام هذا ربط كمان مع ربط مع الشكل الهندسي وحدة التطبيقات العقدية يعني هي تطبيقات حل مشكلة حل زاوية بين شعاعين حل مشكلة يعني حل إيجاد تمام هي في إيجاد زاوية بين شعاعين زاوية هندسية هندسية أو زاوية موجهة أو زاوية أستاذ رافد في عندنا بالتدريب رقم 7 بالصفحة 133 الطلب الثالث. راح ننتقل مباشرة إلى الطلب الثالث أعزائي الطلاب لعدم استهلاك الوقت في ضمن الندوة. ماذا يمثل المستقيم EA في المثلث DCE؟ على افتراض أننا أجبنا على الطلبين الأول والثاني اذكرنا النتيجة اللي راح نوصلها بهذا الموضوع. في الطلب الثاني نكون قد أثبتنا أن النسبة A ناقص E على D
ناقص اي وهي تمثل عدد عقدي. نعم. تساوي سي ناقص اي على اي ناقص اي. نعم. طيب. بعد اثبات هذه الخطوه ناخذ زاويات العدد العقدي الاول. نلاحظ هنا اولا ارجومنت بما انه متساويين عددين عقديين. يعني ارجومنت الاول ارجومنت ال A ناقص E على D ناقص E تساوي argument ال A C ناقص E على A ناقص E. طبعا زاوية العدد العقدي الأول تساوي زاوية العدد العقدي الثاني. فينا ننقلها هندسيا. هندسيا نلاحظ هنا أن ال A ناقص E A ناقص E مشترك بين العددين، فهو يمثل يعني خلينا الارجومنت الاولى تمثل زاويه بين شعاعين. اي شعاعين هما؟ بين الشعاعين اي 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 واي دي. اذا خلينا نقول اي دي اي دي اي اي، اذا نكتبها بين قوسين شعاع اي كابيتال لتر دي تمام فاصلي اي كابيتال لتر عفوا اي 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 و اي دي. الشعاع الاول هو اي دي، الثاني عكسنا. لا لا خلينا نكتبها بشكل اشطبها وخلينا نكتبها بشكل صحيح. بالشكل الصحيح شعاع الاي دي اي دي تمام اي دي اي اي ممتاز يساوي تمثل الارجمنت تمام اي اي A ناقص E على D ناقص E تمام. الثاني الـ E C الـ E C A الثاني إيه الثاني E A فاصل E C يساوي argument C ناقص E على A ناقص E. معناته الزاوية بين الشعاعين نلاحظ أن الزاويتين متجاورتين تمام متساويتين ومتجاورتين، إذا يمثل الـ EA فيهما منصف داخلي للزاوية. إذا أصبح لدينا EA هو المنصف الداخلي للزاوية DEC. معناته هيك أستاذ مديان نحن بإمكاننا نحسب وحدة ونضربها باثنين. إيه فينا كنا نحسب فينا إذا حسبنا قياس أحدهم قياس أحدهم أيوة فينا نحسب الزاوية كاملة. EA يمثل المنصف أو المنصف الداخلي للزاوية دي اي سي. لاحظوا كيف نحن حاولنا انه ناخذ تطبيق هندسي مباشر لنتائج على الأعداد العقدية. استاذ فينا استاذ فارس فينا ننتقل حاليا الى التحويلات الهندسية والصيغة الصيغة العقدية لهذه التحويلات. ما هي أشهر هذه التحويلات أستاذ فارس؟ أشهر هذه التحويلات عندنا الانسحاب والتحاكي والدوران، وهنالك تناظر بالنسبة للمحاور. في عندنا تناظر بالنسبة للمحاور أو تناظر بالنسبة أو للمستقيم أو تناظر بالنسبة للمستقيم تمام. في عندنا تناظر بالنسبة مركزي تناظر بالنسبة للنقطة نعم مركز. تناظر بالنسبة للنقطة تمام. حاليا راح نتكلم عن اول تحويل اللي هو الانسحاب. نعم. ما هو الصيغه ما هي الصيغه العقديه للانسحاب بكتابنا؟ قولنا ان انفتحه هي صوره ام وفق انسحاب شعاعه دبليو يكافئ ان ام انفتحه تساوي دبليو. تمام. لانه الانسحاب نفس الطويله ما راح يتغير طويلته. والجهة والجهة والمنحامل أيوة. والمنحة وعليه تكون الصيغة العقدية للانسحاب تبع عزيزي الطالب MM فتحة تساوي W. هلأ W بيمثله العدد العقدي B وإن فتحة بيمثلها العدد العقدي Z فتحة والM بيمثلها العدد العقدي Z. لذلك Z فتحة ناقص Z تساوي B، ومنه أنا مين بدي؟ بدي الصورة زد فتحة. عندئذ زد فتحة تساوي زد زائد بي. إذا رح نتخذ قانون حاليا نعتبره قانون أيوة. تماما للصيغة العقدية لانسحاب
وفق شعاع طبعا دبليو. فينا ناخذ حاليا التحاكي كمان. التحاكي قولنا ان انفتها هي صوره ام وفق تحاك مركزه النقطه اوميجا ونسبته العدد الحقيقي كي، هون كي لا تساوي الصفر، يكافئ تحقق العلاقه اوميجا انفتها شعاع يساوي كي باوميجا ام شعاع. لاحظ عزيزي الطالب، اوميجا انفتها تساوي كي اي باوميجا ام، اوميجا انفتها هي زد فتحه ناقص دبليو. اذا تحويله لشكل عقدي، تحويله من شعاع الى عقدي. نعم. كي عدد ثابت بضل بالحالتين. اوميجا ام هي زد ناقص دبليو، عندها تكون لدينا الصيغه العامه للتحاكي بالشكل العقدي هي زد فتحه ناقص دبليو تساوي كي في زد ناقص دبليو. تمام. بالنسبه لكي هون ممكن نعرض استاذ نعرض تحويل التحاكي. نعم فينا ناخذ ان التحاكي بالنسبه لنا يمثل تكبير او يمثل فتح. تماما حسب هون الكي. نعم. عندما تكون كي تساوي الواحد، تعميم مفهوم التشابه. اي تعميم مفهوم التشابه وهو تعميم مفهوم التشابه. نعم. والتصغير والتكبير. نعم اللي اخذناه بالصف التاسع لهذا تطبيق الطريقه الشعاعيه والطريقه العقديه كذلك. تفضل استاذ. لاحظ عزيزي الطالب، هون عندي المثلث اي بي سي وعندي المثلث اي فتحه بفتحه سي فتحه. نعم. حاليا الكي عم اعطيها نسب، مثلا هون 2.35، هذا يعني ان نسبه تكبير المثلث اي بي سي هي 2.35. عندئذ لو ناخذ كي تساوي الواحد، لاحظ عزيزي الطالب واحد تماما، اذا هنا حاله انطباق. تمام. لاحظ هلا هيك حاليا ما بقى بين عندي الا مثلث واحد حاله انطباق. خلينا ناخذ اصغر من الواحد، لاحظ انه صار في تصغير. لاحظ عزيزي الطالب المثلث باللون الاحمر أصبح أصغر من المثلث الأساسي اي بي سي. تمام، كبرنا، لكن التحاكي يحافظ على ماذا؟ قياس يحافظ على القياسات. قياس الزوايا لا تتغير، لكن الأطوال الأضلاع أيوة تتغير. إذا يحافظ على التوازي كذلك. على التوازي هذه المعلومة كانت لدينا في الصف التاسع، يحافظ على التوازي ويحافظ على الزوايا. في عندنا الدوران ولا نحكي عنه؟ لا خلينا نحكي مباشرة. تحويل هلا هام جدا هو الدوران. قولنا ان انفتح صورة ام وفق دوران مركزه النقطة اوميجا وزاويته تيتا. لاحظ المركز هون اوميجا. هلا انفتح الممثلة يمثل العدد العقدي زد فتحها هي صورة ام التي يمثل العدد العقدي زد. يكافئ تحقق الخاصيتين التاليتين، اوميجا الشعاع اوميجا ام فاصل اوميجا ام فتحه يساوي تيتا، اي ان الزاويه بين الشعاعين اوميجا ام واوميجا ام فتحه هي تيتا، والطول ايضا الدوران بده يحافظ على الطول. عزيزي الطالب اوميجا ام فتحه تساوي اوميجا ام. اذا بالطول شعاع او ام فتحه واوميجا ام فتحه واوميجا ام متساويان في الطويلة. تماما. هذا يكافئ أنه زد فتحة ناقص أوميجا طويلة على زد ناقص أوميجا تساوي الواحد، والأرجومنت بين زد فتحة وبين أوميجا إم وأوميجا إم فتحة هي عبارة عن زد فتحة ناقص دبليو على زد ناقص دبليو هي تيتا. طيب الصيغة العقدية للتحويل، ومنه الصيغة العقدية للتحويل زد فتحة ناقص دبليو على زد ناقص دبليو يساوي إي أس أي تيتا، وعليه تكون الصيغة العقدية للدوران هي زد فتحة ناقص دبليو تساوي اي اس اي تيتا في زد ناقص دبليو. علق دبليو بالنسبة الي هي تمثل مركز الدوران. دبليو مركز الدوران وتيتا هي زاوية الدوران. وهي زاوية موجهة. وهي زاوية موجهة. نعم. بالتعيين الاساسي. حسب ما عرفنا هلا حاليا كيف نعتبرها، امتى موجبي وامتى سلبي وكيفية تعيينها. ويفضل ان تكون هاي الزاوية بتعيين اساسي محصور بين الناقص بي والزائد بي. يفضل ذلك. استاذ رافد، نعم. في عندنا تدريب بالصفحه 136 تدريب رقم واحد.
لدينا النقطة أم تمثلها عدد العقد زد، فينا نكتبها زد هو يساوي 1 زائد اي، يمثلها العدد العقدي، العقدي زد تساوي 1 زائد اي، زد يساوي 1 زائد اي. نعم، جد العدد العقدي زد فتحة الممثل للنقطة أم فتحة في صورة حالات مختلفة، رفق التحويل موصوف في كل من حالات التالية. خلينا ناخذ أول واحد، هو انسحاب شعاعه W يساوي انسحاب A T شعاعه يساوي W ناقص 2 U ناقص 2 U زائد 3 V زائد 3 V. نعم، طبعا نعيد التذكير بالقانون الانسحاب. نعم، بالشكل العقدي زد فتحة يساوي زد زائد بي. من هي بي؟ ايوه، بي تمثل شعاع الصيغة العقدية لشعاع الانسحاب. ممتاز. تمام، هلا شعاع الانسحاب حيث بي يساوي ناقص 2 زائد 3 اي. ممتاز، هذا العدد الشكل العقدي، الشكل العقدي ايوه لشعاع الانسحاب. نعم، زد طبعا فرضا لدينا هي 1 زائد اي، زد فتحة يساوي 1 زائد اي زائد بي ناقص طبعا ناقص 2 زائد 3 اي. احد خواص جمع الاعداد العقديه نجمع القسم الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي، ناقص 1 زائد 4 اي. اذا زد فتحه وتكون النقطه المقابله ام فتحه، والنقطه التي يمثلها العدد العقدي أيوة زد التي فتحه يمثلها زد فتحة هي أم فتحة ناقص 1 4. فينا ننتقل للثاني اللي هو التحاكي H. أي التطبيق الثاني لط. نعم، 2 H التحاكي الذي مركزه O ونسبته 3. طبعا هون نحن بحالة خاصة. نعم، الدستور زد فتحة ناقص W يساوي K بزد ناقص W. في حالة خاصة W إذا كان مركز التحاكي صفر، W يمثل صفر زائد صفر. نعم، I. ويكون القانون زد فتحة يساوي K بزد. إذا هي حالة خاصة، هذه حالة خاصة مركز التحاكي هو مبدأ الإحداثية. مبدأ الإحداثية زد طبعا من الفرض 1 زائد I، والنسبة K 3 حسب الفرض، زد فتحة يساوي 3 ب 1 زائد I ويساوي 3 زائد 3 I بشكل جبري نهائي. النقطة المقابلة، نعم، النقطة أم فتحة هي 3 3. مثال على الدوران، خلينا ناخذ مثال الدوران. الحالة الثالثة كمان للدوران لدينا، إذا كان مركز الدوران صفر نكون في حالة خاصة، زد فتحة قانون ناقص اليوم اي تتا زد ناقص دبليو. الحالة الخاصة في حال مركز، ناخذ نفس المثال اي، في الحالة الثالثة المركز O تكون زد فتحة تساوي E أس I تتا بزد. هون مركز دوران المركز O، زد فتحة زاوية الدوران حسب الفرض B على 4، E I B على 4 B 1 زائد I. طبعا نكتب ننشر الشكل الأسي للكوساين البي على 4 جذر 2 على 2 زائد اي بجذر 2 على 2 ساين البي على 4. طبعا الانتقال عبر الشكل المثلثي بي 1 زائد اي. تمام، بالنشر جذر 2 على 2 القسم الحقيقي بالحقيقي، التخيلي بالتخيلي. طبعا الجداء يعطينا اي تربيع، والاي تربيع هي ناقص 1 فينضم للجزء الحقيقي. ناقص جذر 2 على 2
أو ننشر كما في جداء ثنائي حد بثنائي حد. فينا نأخذ على مبدأ النشر. النشر. نعم. جذر 2 زائد I نخرج I عن المشترك. جذر 2 على 2 I زائد جذر 2 على 2 I بواحد جذر 2 على 2 وتساوي طبعا صفر زائد جذر 2 2 جذر 2 على 2 بل جذر 2 I. النقطة المقابلة أم فتحة صفر جذر 2. جميل جميل جدا. جميل. فينا ننتقل في عنا نحن حكينا عن 3 تحويلات هندسية حاليا. كان في هذا التمرين ذكر لدينا تحويلين، أولا التناظر، وفي عنا التناظر بالنسبة لمركز وتناظر بالنسبة لمحور. هني في هذا التدريب رقم 4 ورقم 5. فينا رقم 6 فينا نأخذ أولا تناظر. أستاذ فارس، تناظر بالنسبة لمركز ماذا يمثل؟ تناظر بالنسبة لمركز إما يمثل إما دوران بزاوية بي، نعم، أو يمثل تحاكي نسبته، نعم، كي تساوي ناقص واحد، نعم، أو يمثل تناظر مركزي. إذا فينا نأخذ أنه هي تناظر مركزي. تناظر يمكن مركزي. استخدامه أو تحويله بشكل آخر هو تحاكي نسبته ناقص واحد، واحد، ومركزه هو إيه نفسه نفسه نقطة إيه، أو فينا نأخذ دوران مركزه إيه وزاويته بي أو ناقص بي. أو ناقص بي. أيوه في الحالتين راح نحصل على نظيرة الأس. خلينا نأخذ هنيك أس تناظر الذي مركزه طبعا إيه. فنأخذ الإيه عندي إحداثيات أو العدد العقد يمثل لها واحد ناقص ثلاثي آي. واحد ناقص ثلاثي آي. أس التناظر الذي مركزه إيه التي يقابلها العدد العقدي واحد ناقص ثلاثي آي. يمثلها العدد العقدي طبعا. واحد ناقص كما ذكر التناظر هو تحاكن نسبته ناقص واحد أو دوران زاويته بي أو ناقص بي. هي الأسهل التحاكي كما مباشرة ثلاثية مباشرة على القانون. نعم يس. التناظر الذي مركزه A هو تحاكن مركزه A ونسبته K تساوي ناقص واحد. طبعا زد ناقص A يساوي ناقص واحد زد فتحة ناقص A يساوي ناقص واحد بزد ناقص A كونه مركز التناظر A. لا هلأ قبل نأخذ كرموز خلينا نأخذ الرمز A هو رمز صغير. خلينا نتفق عليها أن النقطة المثلها بحرف كبير والعدد العقد نمثله برمز صغير حرف صغير. هو هذا ما اتفق عليه في كتابنا إذا لاحظ كل طلابنا. هذا لا يعني أن الترميز إذا الطالب قام بترميز آخر هذا لا يعني أنه خاطئ، مجرد أنه ترميز توضيحي. أي فنحصل نعم زد فتحة تساوي A ناقص نقلنا طبعا على الجهة الثانية ناقص زد A ناقص زد زائد A اثنين A ناقص زد بالتعويض اثنين واحد ناقص ثلاثة I ناقص زد بالفرض واحد زائد I اثنين بواحد ناقص واحد واحد هون ناقص ستة I ناقص I ناقص سبعة I والنقطة المقابلة أو النقطة أم فتحة مقابلة لزد فتحة أم فتحة هي واحد ناقص سبعة. شكرا لك. فينا أستاذ كمان أستاذ فارس في عندي التناظر المحوري بالنسبة لأو إكس كيف نستخدمه في الأعداد العقدية؟ التناظر المحوري بالنسبة لأو إكس هو عبارة عن المرافق. نعم. السبب أنه بده يتغير عندي فقط إشارة القسم التخيلي. نعم. وبالتالي أصبح نظيره بالنسبة لإكس إكس فتحة يعني فقط الوايات أخذنا معاكسة. جميل. نأخذ دوران كدوران
فينا ناخذ دوران. دوران زاويته هي 2 ارجومنت زد 2 ضعف الزاويه. السبب انه في هنالك تناظر بالنسبه لمين؟ لاو اكس. وبالتالي هلا فينا نطبق القاعده، لا فينا ناخذها كدوران زاويته ناقص 2 اوميجا، فينا نحصل عليها ناقص 2 لانه حسب الاتجاه اللي عم نتعامل معه هي دوران باتجاه معاكس. تمام معاكس. تمام. اذا ناقص 2 ناقص 2 ارجومنت زد وبنحصل عليه. هي نحصل اذا افترضنا انه العدد العقدي يعني بالربع الاول، لكن اذا افترضناه بالربع الرابع فممكن يكون دوران مباشر. نعم تمام. فينا ناخذه من الاسهل ناخذه على مرافق. على الطريق على المرافق. على المرافق. نعم. اذا بدنا نحصل على زد فتحه فمباشره نقول التناظر بالنسبه لي او اكس هو عن طريق المرافق. وبالتالي زد فتحه مباشره هو 1 ناقص اي والنقطه ام فتحه 1 مرافق زد وناقص 1 ناقص 1. تمام. فينا ننتقل هلا باتجاه بالطريقه المعاكسه. اذا وجدت لدينا علاقه بعدد بين عددين عقديين هل يمكن استنتاج التحويل الهندسي؟ هذا ما طلب منا في التمرين الثاني بالصفحة 136. خلينا كمان أستاذ رافد ناخذ أول واحد بالتدريب رقم 2 بي تساوي نعم A ناقص 1 زائد 3i زائد 3i. طبعا واضح هون الجمع بين A والعدد العقدي ناقص 1 زائد 3i وهذه توافق صيغة العقدية للانسحاب. نعم. B تساوي A إذا بدنا نوضح أكثر بهذا الشكل ناقص 1 زائد 3i. إذا B هو صورة A بانسحاب شعاعه ناقص 1 زائد 3i. اذا بي هي طبعا بمقارنه بسيطه بين القانون. اذا عدنا للقانون الاساسي زد فتحه تساوي زد زائد بي. اذا النقطه A نكتب النتيجه A. النقطه B النقطه B هي صوره النقطه A اي وفق شعاع مركبات انسحاب وفق انسحاب انسحابتي شعاعه مركبات شعاع الانسحاب يو ناقص 1 3. تمام. فينا ننتقل لرقم 2. تمام. بي مي تساوي ناقص اي. استاذ فارس لو سمحت هذا ماذا يمثل؟ بي تساوي ناقص اي بي اي. بي تساوي ناقص اي بي اي عباره عن دوران، او خلينا نكتبه بشكله اللي يمثل الدوران. يمثله الدوران زد فتحه ناقص دبليو زد فتحه ناقص دبليو تساوي اي اس اي تيتا في زد ناقص دبليو. تمام. هذا الشكل المقابل هذا الشكل المقابل لبي يساوي ناقص اي في اي. فينا نكتبه بشكل بي تساوي تم يا سالم حاليا الصوره هي بي بدل زي فتحه اي اس ناقص بي على 2 اي. تمام. بي اذا نحن حولنا شكل اي العدد العقدي اي الى شكله المثلثي الشهير. طبعا. انه ناقص اي هو نفسه اي اس اي ناقص بي على 2 فهذا يعني النقطه بي. نعم. هي صوره النقطة A وفق دوران مقداره ناقص بي زاويته مركزه مبدأ الإحداثيات O. هذه حالة خاصة ذكرناها منذ قليل. نعم. مركزه O وزاويته تتا تساوي ناقص بي على 2 تتا تساوي ناقص بي على 2. في الطلب الثالث ب هو مرافق A فمباشرة فينا ننتقل انه النقطة A و B متناظرتين بالنسبة للمحور O X مباشرة. هذا تطبيق مباشر تطبيق مباشر على التناظر المحوري بالنسبة. تمام. للمحور O X صراحة ممتاز. وفي عندنا بعد B خلينا ناخذ الخامس. خامس A B ناقص 1 يساوي ناقص
اي ناقص واحد. هنا نريد ان نؤكد على فكره التناظر. تمام تناظر بالنسبه للمركز. نعم استاذ رافع. في هذه الصيغه طبعا هي تشبه صيغه التحاكي وتشبه صيغه الدوران. نعم. وهي التناظر. خلينا ذكرنا منذ قليل ان التناظر هو تحاكي نسبته ناقص واحد او دوران زاويته بي او ناقص بي. نعم. اي صيغه بناخذه بصيغه الدوران. صيغه الدوران ناقص واحد كيف ناقص واحد هي العدد التي تمثل العدد اي اس بي اي. الشكل المثلثي للعدد ناقص واحد هو اي اس بي اي. اصبحت بي ناقص واحد تساوي اي اس بي اي. نعم. بي اي ناقص واحد. طبعا اذا النقطة بي هي صورة النقطة ايه وفق دوران مركزه اوميجا تساوي الواحد. النقطة مركزها اوميجا واحد ثيتا واحد حتى واحد صفر. مركزها هو النقطة واحد صفر. نعم. ترميزه اوميجا وزاويته بي. بي وزاويته بي. حتى نؤكد على فكرة انه التناظر المركزي مرة اخرى انه لم يذكر بكتابنا ولكن هناك تطبيق مباشر له في هذا. استاذ فارس في عندنا التدريب رقم 3. النقطتين جي واتش ممثلتان للعددين العقديين. فين يكتب الاستاذ رافل؟ اي جي الجي تقابل 3 ناقص اي جذر 3. نعم طبعا عفوا هذا رقم 3 صفحه 136. نعم. النقطه الثانيه اتش تقابل العدد العقدي 3 زائد اي جذر 3. من شكلهم هون واضح انه في عندنا تنازر بالنسبة لمين؟ لتنازر محوري بالنسبة لـ OX. السبب انه في العدد الاول مرافق للعدد الثاني والعكس صحيح. نعم، اذا المرافق الاول هو عددين مترافقين. عددين مترافقين. نقطتين متناظرتين لـ X فتحة X. ممتاز. ليكن R الدوران الذي مركزه O ويحقق ان صورة G وفق هذا الدوران هي H. احسب قياس الزاوية O G O H. بسبب التناظر يكفي حساب زاوية العدد اتش. نعم. وناخذ مضاعفة يعني. نعم. كون بسبب التناظر زاويتين متساويتين. نعم. زاوية القياس الهندسي متساوي. نعم. يعني هون او اكس يعتبر منصف صح؟ منصف للزاوية. نعم. نحسب زاوية اتش. نعم. طيب ارج ار تساوي تحت الجذر 9 زائد 3 تساوي جذر 12 2 جذر 3 كوساين تتا اكس على ار او اي على ار نفس وتساوي 3 على 2 جذر 3 وتساوي جذر 3 على 2 ساين تتا تساوي بي على ار وتساوي البي جذر 3 على 2 جذر 3 وتساوي نص. طبعا وهذا موافق للزاوية تتا تساوي بي على 6. زاوية العدد اتش هي بي على 6. اذا زاوية الزاوية الموجهة او جي او جي او اتش تساوي ضعفي الزاوية 2 ضرب بي على 6 وتساوي بي على 3. تسمح لي فقط انه هاي الزاويه سالبه ولا موجبه؟ هي زاويه موجهه. نعم. القياس الهندسي للزاويه اذا نحن حصلنا حاليا على القياس الهندسي. القياس الهندسي. بينما الزاويه بين او جي واو اتش بما انه جي في الربع بالربع الرابع والاتش بالربع الاول فالزاويه بينهما هي موجبه. موجبه. اتجاه الدوران من او اتش من او جي من او جي الى او اتش. اذا هي تساوي 2 ضرب الزاويه اللي حصلنا عليها. ما هي؟ شو كانت الزاويه بس اللي حصلنا عليها بالاخير؟ بيع 3 بيع 3 2 بيع 3 الزاويه.
لا ولا زاوية مباشرة، الأولى زاوية بيع 60 شاء الله 2 بيع 2 بيع 60 بيع 3 ايوه بيع 3 فيها الاكتباع هيك. لكن بدي ارسم شكل توضيحي، خلينا نرسمه مشان بس شكل ليش اخذناه بهذا الشكل بسيط، يجب الانتباه انه زاوية بين زاوية بين شعاعين فهي زاوية موجهة بشكل تقريبي الا اذا كان يعني نقطة جي حسبنا الزاوية الأولى تمثل رؤوس مثلث نعتبرها زاويه على الاقل، هي مطلوب الزاويه بين شعاعين، فلذلك بين شعاعين موجهه، اذا زاويه موجهه حصل موجهه حصل، ولذلك يجب الانتباه الى جي تقع في الربع الرابع والزاويه اتش في الربع الاول. اخذنا الزاويه الاولى بسبب التناظر الزاويتين متساويتين، الزاويه الكليه من او جي الى او اتش زاويه هي مجموع الزاويتين، عفوا ضعفي الزاويه او مجموع الزاويتين، كون الزاويتين متساويتين نقول ضعفيهما فتساوي بها 3. ممتاز. استاذ في عندنا اشكال مفتاحيه على طالب انه يتقنها وخصوصا لحل المسائل، فينا نذكرها استاذ فارس؟ في عندنا اشكال مفتاحيه وهي هامه جدا بالنسبه للدورانات. الشكل المفتاحي اللي بيعطينا مثلث قائم ومتساوي الساقين، اذا كانت A A و ب نقطة ممثلة العدد العقدي ب صغيرة و س النقطة الممثلة العدد العقدي س صغيرة، ثلاث نقاط من المستوي، عندئذ يكون المثلث اي بي سي قائم الزاوية في اي ومتساوي الساقين اذا وفقط اذا كانت ب صورة س وفق دوران مركزه اي وزاويته بيع 2 او ناقص بيع 2. جميل. لان الدوران يحافظ على التساوي، لذلك قلنا قائم ومتساوي الساقين، الزاويه بيع 2 وال اذا اردنا نعتبر الاعداد العقدي متساوي او الاشعه لا بمسلوه. هذا يعني قانون الدوران س ناقص اي يساوي اي اي تيتا في بي ناقص اي، بما ان الزاويه بيع 2 معناتها صار عندنا الاي اس اي بيع 2 هي عباره عن اي، والناقص بيع 2 هي ناقص اي. هون في عنا مسألة رقم 11 توضح لنا هالموضوع. في عنا أكثر من في عنا في عنا العشرة أيضا، وفي عنا النشاط الأول رقم واحد، وفي عنا النشاط رقم 9، وفي التدريب مسألة رقم 9 كمان بحاجة للدورانات. عزيزي الزاوية القائمة انتبه هون الدورانات حاليا، إذا دوران من إذا كانت A هي صورة B دوران مباشر عكس عقارب الساعة، وإذا كانت B هي صورة A دوران غير مباشر مع عقارب الساعة. تمام. حاليا لاحظوا من B إلى A، وبالتالي A هي صورة B وفق دوران مركزه النقطة M، ب صورة سي وفق دوران مركزه ان وزاويته بيع 2، ايضا هذا دوران مباشر. جميل. هنا يجب ان نحافظ على الدوران سواء كان مباشر او غير مباشر منعا للالتباس، يعني اما نخلي الدوران مباشر بالمسألة او غير مباشر، لكن بنحافظ على هال حاول ذلك لانه سهل علينا الحل. فينا ناخذ الدوران، فينا ناخذهم بنفس المسألة، لكن بتوقع انه بصير في شوية على الطالب، في ارباك، في شوية ارباك على الطالب. الان مطلوب اثبات ان ام بي يعامد ان كيو. طبعا عندي انا شكل رباعي اي بي، فينا ناخذ بس مثال قبل ما نطبق على هذا. تمام. استاذ رافد. نعم. لو سمحت، اذا كانت لدينا اوميجا نقطه ممثله العدد العقدي دبليو، نكتبها اوميجا، ايوه ممثله للعدد العقدي دبليو، وام نقطه ممثله للعدد العقدي زد، وإن فتحة نقطة ممثلة للعدد العقدي زد فتحة. نعم. بفرض أن أم هي صورة أم أم فتحة هي صورة أم وفق دوران مركزه أوميجا وزاويته بيع 2. أم فتحة صورة صورة أم أم
وفق دوران مركزه مركزه أوميجا أوميجا وزاويته بيعتمي. فينا نستنتج القانون الآتي. نعم قانون دوران زد. فينا نحصل على العدد العقدي دبليو بدلالة زد وزد فتحة. طبعا هاي أفضل بالنسبة للمسألة كي لا يكرر الطالب الحل أربع مرات. ممكن أن يستنتج الحل بشكل عام رأس الزاوية بدلالة العدد العقد الممثل لمركز الدوران بدلالة العددين زد وزد. يستنتج القانون العام ثم يقوم بتطبيقه على سوف نلاحظه عندما نحل التمرين رقم 11. تابع زد فتحة ناقص دبليو نعم يساوي اي اس بي على 2 اي بزد ناقص دبليو. اذا الطالب مباشره كتب اي هل في ذلك قضاضه؟ خلينا كحالات خاصه بما انه باستطاعته مباشره ياخذ كوساين الطالب الطالب الجيد قال من كان كتابه مباشره زد فتحه ناقص اي لا ضير في ذلك نعم اي بزد ناقص دبليو. نقوم بكتابة W بدلالة الزد وزد فتحة نعم. طبعا بفك القوس نعم. I Z ناقص I W I W ناقص W يساوي I Z ناقص Z فتحة W عامل مشترك I ناقص واحد ويساوي اي زد ناقص زد فتحه. هلا هاي الكتابه ممكن البعض هلا بوضح الفكره بالخطوه التاليه دبليو يساوي اي زد ناقص زد فتحه على واحد ناقص على اي ناقص واحد. هنا للكتابه او للتخلص من العدد العقدي في المقام نضرب البسط المقام بمرافق المقام. الفكرة هون قسمة عددين عقديين مو هيك؟ تمام. فالآي ناقص واحد هون يعني في الكتابة ممكن البعض يعني العدد الحقيقي يجب أن تكتب بالصيغة ناقص واحد زائد آي يعني هذا الشكل الذي لازم يكون مكتوب ضرب. فالمرافق لهذا العدد ناقص واحد ناقص آي على ناقص واحد ناقص آي ضربنا بالبسط المقام بمرافق المقام. نعم ويسال المقام طبعا جداء عدد بمرافقه اكس اي تربيع زائد بي تربيع رح يكون 2 نعم. وهون عندنا ناقص اي زد زائد لان اي تربيع ناقص واحد بناقص زائد زد ناقص زد فتحه بناقص واحد صارت زائد زد فتحه زائد اي زد فتحه نعم يساوي نكتب نص مباشره نعم تخلص نخرج زد عامل المشترك زد بواحد ناقص اي وزد فتحه بواحد زائد واحد زائد هذا يمكن اعتباره قانون وهذا ما ورد في النشاط رقم واحد نعم نعم في النشاط رقم واحد بالصفحة 138 في حال انه الطالب احتاجه بشكل مباشر يمكن اعتباره كقانون اما يعني اذا طلب منه اثباته كما طلبنا في هذا الندوة فيجب ان يقوم بهذه الخطوات كاملة. استاذ فارس في فينا لو سمحت التمرين رقم 11 نرجع له ونعيد فكرة حله من البداية لو سمحت. تمام نتأمل في المستوى الموجه رباعيا محدبا مباشرا A B C D ننشئ خارجه النقاط M فاصلة N فاصلة B فاصلة Q بهذا الشكل بحيث تجعل المثلثات M P A و N C B و B D C D Q A قائمة في كل من M فاصلة N فاصلة B فاصلة Q على الترتيب ومتساوية الساقين ومباشرة. المطلوب أثبت باستعمال الأعداد العقدية أن M P يساوي N Q
وأن المستقيمين متعامدين. ملاحظة فقط، لاحظوا أن الطلب كان مباشرة، طلب مباشر باستخدام الأعداد العقدية، أي طريقة أخرى سوف تكون غير صحيحة بالنسبة لنا، لأن الطلب كان مباشر باستخدام الأعداد العقدية. أي تحويل إلى فكرة الأشعة بهذه الحالة غير صحيح، لأنه صحيحة لكن دون طريقة حل قد تكون صحيحة بهاي، ولكنها طالب طلب منه باستخدام الأعداد العقدية نكتشف مهاراته بهذه بالتحويلات الهندسية وتطبيقاتها. وبدنا نركز على شغلة ثانية، وبالترتيب ومتساوية الساقين ومباشرة. نعم ومباشرة، أي أن هذه المثلثات الدوران موجب. نعم الدوران هنا موجب، فينا نأخذ دوران سالب بس فينا، لكن لما بيكون بنص التمرين يمكن المثلثات المباشرة مقصود بطريقة تسميتها بشكل مباشر. تماما. إذا كانت بصورة عامة، هلا استنتج زميلنا الأستاذ رافد القانون. نعم فينا نعيده، فينا نعيده بسرعة. فتحة زد فتحة صورة ام زد وفق دوران ربع دورة بالاتجاه الموجب حول اوميجا، كان زد فتحة ناقص دبليو يساوي اي في اس. فينا ننتقل مباشرة للقانون بس انه بنفس الطريقة. تماما بنفس الطريقة، بنفس الطريقة حصلنا على القانون نفسه، حصلنا على القانون. هذا القانون اوميجا هو عبارة عن نص في واحد زائد اي زد فتحة، هون زد فتحة هي الصورة، زائد نص واحد ناقص اي بزد. هون فقط للتأكيد انه هذا اذا كانت ربع الدورة او الدورة باتجاه المباشر او باتجاه المباشر، لانه اذا كان غير مباشر بصير الزد فتحة عند الواحد ناقص اي والزد واحد زائد اي، كان فيه يعني بصير في او بيستنتجوا مرة اخرى. نعم بيستنتجوا مرة اخرى الطالب. نعم هلا خلينا نطبق هذا القانون على هاي المسألة. لو طبقنا مباشرة تطبيق مباشر، ام اصبحت نص واحد زائد اي اي اي، مين هي؟ صورة بي وفق دوران مقداره بيع اثنين، زاوية بيع اثنين ومركزه، اذا اي صورة بي وفق دوران زاويته بيع اثنين ومركزه ام. ايضا ب صورة C وفق دوران ربع دورة مباشرة حول N، إذا مركزه N. نعم مركزه N. نعم مركزه N. C صورة D وفق دوران ربع دورة مباشرة مركزه B. إذا الملاحظ هون أستاذ فارس مباشر عم نعود بالقانون، عم نعود بالقانون التعويض، مجرد معرفنا أي نقطة هي الناتجة عن الأخرى الدوران، ولأن الدوران بيع اثنين عم مباشرة عم نطبق القانون كونه وارد بالمشاهد، ويستطيع الطالب مباشرة هذا التعويض مباشرة كتابة القانون وتعويضه. نعم إلا إذا طلب مباشرة مثل ما حكينا سابقا. نعم إلا إذا طلب منه استنتاجه. تماما دي صورة A وفق دوران. الآن حصلنا على كل من B و Q و M و N، ناخذ العدد العقدي MB و NQ. نعم لانه احنا مطلوب منا اثبات انه المستقيمين ام بي وان كيو متساويين ومتعامدين. حسبنا الاعداد العقديه، بنلاحظ انه بي اي في بي ناقص ام هو عباره عن كيو ناقص ان، او كيو ناقص ان يساوي اي في بي ناقص ام. هلا بنقسم على بي ناقص ام طلع لنا اي. هون نستنتج انه الزاوية بيع اثنين والطويلة واحدة، هذا القانون Q ناقص N يساوي I في B ناقص M. شو ممكن نستفيد منه؟ نستفيد منه انه الطولين متساويين لا المستقيمين، هي اول حالة. والحالة الثانية الزاوية اذا القطعة المستقيمة او الشعاع او الشعاع، القطعة المستقيمة او الشعاع، طويلة الشعاع، نعم طويلة الشعاع ام بي تساوي طويلة الشعاع ان كيو، او طول القطعة المستقيمة ام بي تساوي طول القطعة المستقيمة. وايضا نستنتج انه الزاوية ايضا بيع اثنين، هذا يؤدي ان ام بي يساوي ان كيو والمستقيمان ام بي وان كيو متعامدين ومتساويان في الطول هلا ملاحظة هون انه هل هذا الشكل يعتبر مستطيل؟
بين ام وان وبي وكيو ليس بالضروره ليس بالضروره ليس بالضروره لانه لم نثبت ان ايوه لم نثبت لم نثبت ان التعامد في المنتصف نعم لم نعم. انه الاخطاء نعم. ليست متناصفه ليس بالضروره يعني في كثير من الاحيان في بعض الطلاب كانت تجيب على هذا السؤال ان الشكل فيما بينها هو مستطيل دون توضيح انها متناصفه استاذ رافع بجوز اعتمدوا على انه القطران متساويان أيوة. هذا الحكي هي خاصه في متوازي الاضلاع أيه. اذا كان متوازي اضلاع قطراه وفي بعض قلت لك الطلاب نعم. كانوا يقولوا عنه انه هو مربع وليس أو هو أيه. ايوه تمام. فكانت هذا خطا لان الاقطار لم تكن متناصفه فينا نشتغل على المساله بعد استاذ رافع في عندنا مساله رقم 7 في هذه المسألة مطلوب منا حساب مجموع الزوايا ألفا وبتا وجمة وألفا وبتا وجمة هي قياسات للزوايا الموجهة OA OD وBA وAD بالشعين AB زوايا موجهة AD نعم BC وBD نعم بالترتيب والشكل الموجود لدينا فينا نرسمه بس توضيحا لو سمحت او نعم. حط الكتاب على الرسمه موجوده فينا نعرضها ناخذها على المباشر من الكمبيوتر نعم هذه هي الرسمه موجوده استاذ رافد فينا نعم. نوجد الاعداد العقديه الممثله للاشعه زد نعم. او طبعا بصيغتها الجبريه نعم نلاحظ هنا ان المعلم واضح ومعلم متجانس زد نعم. او دي نعم يساوي 8 واحد نعم. يعني 8 زائد اي نعم. زد اي دي يساوي طبعا بالصيغه الجبريه هون تساوي 5 زائد اي نعم 5 زائد اي والزد المقابل لبي دي يساوي 2 زائد اي طبعا الحديث عن الزوايا هذا العقدي ممثل الأشعة نعم الحديث عن الزوايا هون او مجموع الزوايا يعني ينقلنا الى الحديث عن الشكل الأسي نعم تحويل نحول الاعداد ما في داعي للتفصيل هنا لا. جذر 64 زائد 1 جذر 65 ار بي اي اس الزاويه من الفرض هي الفا الفا اي الجذر 26 25 زائد 1 بي اس اي بيتا اي بيتا اي بيتا او بيتا اي جذر تبديلي جذر الخمسه بي اس اي جاما اي جاما او جاما طيب راح نستفيد من الفكره انه نحن ضرب الاعداد العقديه بالشكل الاسي انه طويله الناتج هي طويله الاول ضرب طويله الثاني ضرب طويله الثالث اما زاويه الناتج الضرب هو زاويه الاول زائد زاويه الثاني زائد زاويه الثالث اذا حاصل كونها بشكل الاسي تكون نتيجه ضرب جمع نحن حولناها لشكل اسي نستفيد من هذه الخاصه تمام نعم تفضل ناخذ الجداء 8 زائد اي بي 5 زائد اي 2 زائد اي يساوي طبعا هذه الخطوه سابقه نعود لتوضيحها جذر 65 26 5 باي اس الفا زائد بيتا زائد جاما اي طبعا للمقارنه بين عددين لا نستطيع المقارنه بين شكل اسي وشكل جبري أو جداء أعداد جبرية لذلك نحولها إلى يجب تحويلها إلى شكل متماثل إما شكل أسي أو شكل جبري نقوم أولا بجداء بحساب الجداء إذا فينا نحول الجداء إلى شكل أسي تمام هون أول جداء قوسين 40 5 آي و 8 آي 13 آي ناقص 1 2 زائد آي هي الواحد وتساوي 39 زائد 13 اي 2 زائد اي للسهولة ممكن اخراج ال 13 عامل مشترك 3 زائد اي
2 زائد اي وتساوي 13 6 ناقص 1 ضربنا التخيلي بالتخيلي 3 اي و 2 اي زائد 5 اي 13 5 زائد 5 اي 65 زائد 65 اي نخرج ال 65 خليها 65 واذا كانت خارج القوس 1 زائد 65 تمام نحوله للصيغه الاسيه نعم طويله هذا العدد فينا مباشره ناخذ 65 جذر 2 65 جذر 2 اي اس اي تيتا حيث نعم. تيتا الفا زائد بيتا زائد جاما نعم خلينا ناخذها كنت بفضل نكتبها هيك 65 ب 1 زائد اي نعم 1 زائد اي هي احد الاكثر عدد تحويلا بشكل تمام تساوي القسم الحقيقي والتخيلي كقيمه عدديه يعطينا الزاويه بي على 4 نعم يعني وال ار جذر 2 يعني 65 جذر 2 بي اس بي على 4 طبعا قياس الزاويه للمقارنه نعم هلا بدي اقارن مع تساوي جذر طبعا نحن لم نقم بالضرب لا ما حسبنا الاقباح حساب بسيط نفسه راح تلاقي نفس 65 جذر 2 اذا عمليه الضرب السابقه راح تطلع معي تساوي 5 ال 2 يساوي 65 جذر 2 بي اس اي الفا زائد بيتا زائد جاما اي بما انه ال 1 يساوي ال 2 ال 1 يساوي ال 2 نعم هذا يقتضي طبعا ار 1 يساوي ار 2 اذا الفا زائد بيتا زائد جاما يساوي بي على 4 اذا حصلنا على مجموع الزوايا الفا زائد بيتا زائد جاما استاذ فارس في عندنا التدريب رقم 8 بصفحه 142 فينا نذكر عنه كيفيه حله 8 ايه نقرن بكل نقطة ام زد لو سمحت تفضل نقرن بكل نقطة ام زد من المساوي نعم زد لا يساوي ناقص نص اي نعم النقطة الفتحة التي يمثلها العدد العقدي زد فتحة تساوي زد زائد 2 اي على 1 ناقص 2 اي زد لتكن جمع الدائرة التي مركزها او ونصف قطرها 1 اثبت انه اذا انتمت ام الى جمة انتمت ان فتحة الى جمة ايضا ايكون العكس صحيحا فينا ناخذ الطريقه استاذ فارس في اكثر من طريقه فينا طبعا. نحصل على انه نبدا من ناخذ طويل زد فتحه مباشره انه تساوي الواحد انه تساوي الواحد ونستنتج انه طويل زد هي تساوي الواحد ثم ناخذ انه طويل زد هي تساوي واحد ونستنتج انه زد فتحه تساوي الواحد بيكون اثبتنا انه ام اذا ام انتمت الى جمة ام فتحه انتمت الى جمة والعكس صحيح بيكون اثبتنا هذا لكن في طريقه نادره ما طلابنا تقوم فيها بشكل ما ولكن ممكن اتباعها فينا نذكرها فينا ناخذ الطريقه التاليه اذا كانت طويله زد تساوي الواحد ناخذ مربع الطويله مربع طويله زد فتحه هو عباره عن زد فتحه ضرب المرافق لزيد فتحة إذا فينا نسجلها هاي أستاذ فمنحط طبعا حسب الخاصة مربع طويلة مربع زيد فتحة أول تماما زيد فتحة مربع طويل زيد فتحة هي عبارة عن زيد فتحة بزيد فتحة مرافق هلا زيد فتحة منعود هو عبارة عن زيد زائد 2 اي زد زائد 2 اي على واحد ناقص 2 اي زد اي زد خلينا ناخذها مباشرة نضربه بالمرافق نضربه بالمرافق دغري ايوه مرافق البسط على مرافق المقام تمام نعم. مرافق زد ناقص ان اي هذا عدد تخيلي بحت على واحد عدد حقيقي مرافقه نفسه واحد زائد 2 اي مرافق 2 اي ومرافق زد هو مرافق زد استاذ لو سمحت استاذ رافد نعم. فينا ناخذ مربع طويل ناقص واحد هي مربع طويل ناقص واحد رح يعطينا نتيجة سريعة جدا لإنت لمعرفة انه
إذا قررنا المربع عفوا اذا قررنا المربع بنعود بدل المربع الطويل بناقص واحد تمام قررناه مع الواحد بهذا الشكل نعم تمام ناخذ زد فتحه تساوي هلا المربع الطويل تمام مربع نحن ضربنا بالمربع طويلة البسط فينا نستخدم الخواص اي في مربع طويلة البسط اي يعني زد زائد 2 اي تربيع على مربع طويلة المقام ناقص واحد ناقص 2 اي زد تربيع بتوحيد المقامات ناقص واحد ناقص 2 اي زد تمام تربيع طبعا نستخدم الخاصة الأولى التي ذكرت في البداية المربع الطويل هي جداء العدد بمرافقه وهل من الضروري حساب طويلة المقام؟ كان العدد موجب والمقارنة مع الواحد يعني هي العدد موجب لا يؤثر على الإشارة وإذا كان المقدار ينعدم الذي يعدم الكسر هو البسط نعم ما في داعي دور التمرين دور المقام هو حيادي حيادي نعم نعم خلينا نكفي ناخذ إذا مرافق البسط في بحساب انه نستعجل بالعمليات حتى ما نقوم بكل العمليات سوف نحصل على نذكر الخطوه بنترك الحساب للطالب نعم. الخطوه هي انه زد زائد 2 اي بمرافقه ومرافق زد ناقص 2 اي هاي هي نفسها مربع الطويله ناقص 1 ناقص 2 اي زد ب 1 زائد 2 اي زد خط او مرافق زد على طبعا 1 ناقص 2 اي زد بالحساب نصل الى النتيجه 3 ب 1 واحد ناقص طويلة زد مربع على واحد ناقص اثنين اي زد مربع ممتاز نكتب الطرف الاول التقابل بينهما حتى نوضح ما نريد زد فتحة مربع ناقص مربع طويلة ناقص واحد بهذه الطريقة للمقارنة يعني حالة العكس تعطينا سهولة في سوف ناخذ الطريقة المباشرة والمعاكسة بآن واحد خلينا ناخذ بس ما يأتي أثبت إذا انتمت أم إلى جمة فانتمت أم فتحة إلى جمة ماذا تعني إذا انتمت أم إلى جمة عمليا طويلة زد تساوي طويلة زد نذكر أن جمة هي دائرة نصف قطرها واحد نعم حسب المطلوب انتماء الدائرة العدد للدائرة النقطة إلى الدائرة يعني البعد بين أو وأم يساوي نصف القطر تقابل طويلة العدد زد نعم. نعم نعم إذا اعتبرنا أن طويلة زد تساوي الواحد ماذا يعني ذلك حسب النتيجة اللي حصلنا عليه إذا اعتبرنا أنه طويلة زد يعني أم تنتمي إلى جمة هذا يقتضي طويلة زد تساوي واحد نعم. إذن عدم البسط هذا يقتضي واحد ناقص زد مربع يساوي صفر نعم انعدام البسط الطرف الثاني انعدم هذا يقتضي زد فتحة تساوي واحد طويلة زد فتحة طويلة زد فتحة أيضا تساوي واحد ومنه أم فتحة تنتمي إلى جمة العكس الآن العكس نفس الأسلوب هنا تكمن سهولة المناقشة إذا كانت أم فتحة تنتمي إلى جمة نعم. هذا يقتضي زد فتحة طويلة زد فتحة تساوي الواحد منه زد فتحة ناقص واحد تساوي الصفر أيضا يقابلها طويلة زد تساوي الواحد ومنه أم تنتمي إلى جمة إذا وصلنا للنتيجة إذا العكس صحيح إذا العكس صحيح إذا انتمت أم إلى جمة انتمت أم فتحة إلى جمة وبالعكس صحيح أستاذ فارس في عنا كنا عم نحكي عن التحويلات المفتاحية للدوران وحكينا عن الدوران اللي زاويته بيعة ثلاثة حكينا عن البيعة اثنين حكينا عن البيعة اثنين في دوران البيعة ثلاثة ما حكينا عنه فينا ناخذ تطبيق عليه ماشي نحكي عنه بعدين ناخذ تطبيق يلا تفضل اذا كانت A B C
ثلاث نقاط في المستوي، عندئذ يكون المثلث ABC متساوي الأضلاع إذا وفقط إذا كانت ب صورة C وفق دوران مركزه A وزاويته بيع 3 أو ناقص بيع 3. هلا ممكن يكون دوران غير البيعة، ممكن بيع على 6 أو البيعة 4، هي زوايا شهيرة. بس عندها لا نحصل على مثلث متساوي الأضلاع. هلا الدوران دائما بيعطي نعم. مثلث متساوي الساقين. الساقين. لكن في حال كان زاوية الدوران بيع صار زاوية الرأس هي 60 فصار مثلث متساوي الأضلاع. تمام. هذا هي ميزة الدوران اللي زاويته بيع 3، لذلك اعتبرناه من المفتاحية اللي حل بعض المسائل. نعم. مين مسألة ممكن ناخذها كتطبيق عليه؟ في عندنا المسألة 12 بالتمرينات ومسائل. نعم. الصفحة 144. الصفحة 144. نتأمل في المستوى الموجه مثلثا متساوي الأضلاع مباشرا ABC مركزه النقطة I ودي نقطة من داخل القطعة المستقيمة BC، ننشئ مثلثين متساوية الأضلاع مباشرين BED و DFC ونعرف J و K مركزي الثقلين للمثلثين BED و DFC. هنا نهدف إلى إثبات أن المثلث IJK متساوي الأضلاع. إذا في عنا ثلاث مثلثات. نعم. لكل منهما مركز ثقل. نعم. وبالتالي المثلث المشكل أو المتشكل من مراكز ثقل المثلثات الثلاث هو مثلث متساوي الأضلاع. ممتاز. إذا بنشوف هون أن كيف بدنا ننشئ أولا الزاوية بي على 3. نعم. كيف ننشئ مثلث متساوي الأضلاع؟ هو تماما مثلث متساوي الأضلاع، وإذا كان زاوية الرأس بيع 3 ونفس الدوران فأصبح متساوي الأضلاع. نثبت الفرجال في أحد الرؤوس، نفتحه بطول BC وكذلك بالرأس الآخر. الآن نصل بين النقاط الثلاث فنحصل على مثلث متساوي الأضلاع. A هي صورة C وفق دوران مركزه B وزاويته بيع 3. الصيغة العقدية للدوران، حاليا ننشئ المثلثين المتساويين الأضلاع مباشرين BED و DFC. طبعا هون دي نقطة ضمن BC. نعم هي متنتمي. تنتمي إلى وغير منطبقة عليهم. المثلث IJK مطلوب إثباته أنه مثلث متساوي الأضلاع. لاحظوا هذا المثلث باللون النهدي. النهدي تمام. نعم. بدنا نثبت أنه هو مثلث متساوي الأضلاع باستخدام الأعداد العقدية. تفضل. باستخدام الأعداد العقدية. بما أن A صورة C وفق دوران مركزه B وزاويته B 3، فإن نكتب الصيغة العقدية للدوران زد الـ A ناقص زد الـ B يساوي E أس I B 3 زد الـ C ناقص زد الـ B. ومنه إذا اعتبرنا هون اللي احنا زد الـ B صفر. نعم. زد الـ B صفر إنه هي مركز الدوران. زد الـ C هي A. عندئذ فإن زد الـ A تساوي E أس I B 3 بزد الـ C. تعويض مباشر. تمام. نحن أخذنا مبدأ مركز البي، اعتبرنا بي هي مركز الدوران وبالتالي اعتبرناها صفر. نعم ممكن اعتبارها صفر. بإمكاننا نفترض لحنا أي عدد يمكن. أي عدد بإمكاننا نعتبره مركز الدوران. من أجل سهولة الحل نفرض أنه I E أس I B 3 تساوي W. نعم. لأنه كتير بدأت تورد معنا E أس I B 3 و E أس ناقص I B 3 وبالتالي يعني لسهولة الحل نفرضها W. زد الـ A هي W بزد الـ C. بما أن I منتصف ثقل المثلث، نرجع نتذكر لحنا كيف إحداثيات العدد العقدي الممثل لمركز ثقل المثلث.
كان عبارة عن مجموع زد الـ A زائد زد الـ B زائد زد الـ C على 3، وبالتالي زد الـ I يعني إحداثيات زد مركز ثقل المثلث ABC هو عبارة عن تلت، زد الـ A WA والـ B صفر، زد الـ B صفر، زد الـ C هو A. منطلع A عامل مشترك يصير A على 3 يساوي W زائد 1. وبما ان بي دي يساوي تي بي سي فان زد دي يساوي تي اي. طبعا بي دي يعني زد دي ناقص زد البي، وزد البي صفر معناتها زد دي. ايضا هون زد السي ناقص زد البي والسي هي اي. نعم. فصار عندنا زد دي تساوي تي. نعم نعم. بما ان اي مركز ثقل المثلث اي بي سي أصبحت زد الآي هون، وبما أن جي مركز ثقل المثلث بي إي دي أيضا نفس الطريقة. بذات الطريقة قال يا عزيزي الطالب إحداثيات مركز ثقل المثلث بي إي دي اللي هو زد جي بنفس الطريقة تماما، ثم نحسب زد الإي. بما أن إي هي صورة دي وفق دوران مركزه بي وزاويته ناقص بي على 3، فإن هون الدبليو هي اي اس اي بي على 3، فال اي اس ناقص اي بي على 3 هي عباره عن المرافق. نعم هي المرافق. هي المرافق. وبالتالي زد الاي تساوي دبليو مرافق في تي اي بنفس الطريقه تماما. نعم. نعوض فنجد زد جي تعويض مباشر اي على 3 دبليو تي زائد 1 ايضا. سجل عندك عزيزي الطالب. بما انك اي مركز ثقل المثلث دي اف سي فان ايضا بنفس الطريقه احداثيات او العدد العقدي الممثل لمركز ثقل المثلث دي اف سي. نحسب زد الاف. بما ان اف صوره دي وفق دوران مركزه سي وزاويته بي على 3 راح يطلع معنا نفس ال بطريقه مماثله تماما، راح يطلع معنا زد الاف. نحضر عم نكرر العمليات تماما يعني اكثر من على اكثر من مثلث وبنفس الصيغه. عندها نجد زد الكي. حاليا اصبح لدينا عزيز طالب في البدايه حسبنا زد الاي ثم زد الجي ومؤخرا زد الكي. حاليا اصبحت الاعداد العقديه الممثله لمراكز ثقل المثلثات الثلاث المذكوره هكذا. بنحسب زد الكي ناقص زد الاي. شو الغايه؟ الغايه انا بدي برهن انه هذا المثلث متساوي الاضلاع. نعم. طلع معي هون موضوع الحسابات بده يتأنى لانه في كثير من الاخطاء بالحساب خصوصا بالاشارات والضرب وضرب العدد اي وهذا يعني تماما يكون متقن الى تماما حتى بدك تكون متقن الى. وهون الدبليو عوضناها بشكل جبري. نعم. مو انها هي اي اس اي بي على 3 اصبحت نصف زائد اي جذر 3 على 2. و فينا نحسب ساعتها ممكن نحسب الطويله ممكن بطويلتها تماما تطلع اي جذر 3 وناقص دبليو ناقص دبليو مربع، فإن زد الكي ناقص زد الآي يساوي دبليو زد الجي ناقص زد الآي، ومنه كي صورة جي وفق دوران مركزه آي. هون طلعنا احنا الزاوية وزاويته بي على 3، فإذا أصبح مثلث متساوي الأضلاع. أيوه. إذا نحن بهذه الطريقة بنكون أثبتنا إنه هذا المثلث هو مثلث متساوي الأضلاع. عزيزي الطالب نحن هون الحسابات عندناها شوي بسرعة لأنه بتاخذ وقت، ونحن رمزنا للـ W بـ E أس أي بي على 3، إذا لسه بدك تعود E أس أي بي على 3 لسه بتاخذ معك وقت أكثر. اسمح لنا أستاذ فارس. أعزائي المشاهدين، أعزائي الطلاب، نرجو أن نكون أفدناكم في هذه الندوة، ونودع زملائنا ضيوف الحلقة الأستاذ فارس المصطفى والأستاذ رافد علاء الدين، وشكرا لكم على متابعتكم.